أنا الشيخ أحمد حسين الهريش من قبيلة الأغرشة من جنوب سيناء. من أهم المشاكل في سيناء التهميش. أول شيء التهميش، يعني يا أبناء سيناء تهمشوا على مدى 43 عام، ليس يعني 30 سنة بتوع عشر مبارك. الشعب المصري كله بيعاني منه، ولكن أنا بعاني من 43 سنة احتلال و30 سنة اغتصاب حقوق. ولكن لما أتت الثورة المجيدة في مصر قلنا ستتغير الأحوال بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بل ازدادت سوء في الفترة الانتقالية. المشاكل موجودة حقيقة في الصحة وفي التعليم وفي المعاملة الحسنة أيضا في يعني من قبل الأجهزة الأمنية، تعامل الناس على أنهم ليسوا مصريين. والمشكلة الأكبر والطامة الكبرى التعليم، في تقاعس صعب جدا التعليم. يعني هذا ليس تقصير من المدرس بل تقصير من الدولة، هذا ليس تقصير من مدرس أو مدير إدارة أو خلافه، ولكن التقصير من الدولة. لازم الدولة تقوم على تفعيل دور التعليم في سيناء. كيف يعني نقوم على الحد من هذه المشاكل؟ المشاركة الفعلية على أرض الواقع من أبناء القبائل في بعض الأمور. أش أقول لك في الأمور؟ أولا إذا كان إقامة مشروع في خاص بالإسكان والتعمير أو بالإسكان والمرافق، أنا رجل أكون مشارك في هذا الوضع، لأن أنا رجل عايز تعمل لي بيت مثلا إسكان بدوي ثلاث أول وصالة، ما تعملش اثنين وصالة زي ما أنت عندك أنت وزوجتك مثلا في البيت. ولكن أنا أسعى إلى يعني توسع في الإنشاء ذات نفسه، لأن عاداتي وتقاليدي تسمح بذلك.